ومما قالت الزهراء عليها السلام في ردها على دعوى أن الأنبياء لا يورثون. سبحان الله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا، بل كان يتبع أثره ويقفو سوره. أفتجمعون إلى الغدر اغتلالا عليه بالزور؟ وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته. هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا، يقول: يرثني ويرث من آل يعقوب وورث سليمان داود. فبين عز وجل فيما وزع عليه من الأقساط، وشرع من الفرائض والميراث، وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح علة المبطلين، وأزال التظني والشبهات في الغابرين. كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون.